الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع كتب السنه والمنهاج في المذهب وكتاب التوحيد. نسال الله ان ييسر لنا اتمامه، ونسال الله جل في علاه ان ييسر لنا امرنا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، واجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وانشر ذلك بين الناس. تقديم الأهم على المهم واجب. كتاب التوحيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. ثم قال رحمه الله: ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه وفيه، قال بعضهم: لقد مطرنا بنوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. قال: فقد مطرنا. قال: لقد مطرنا بنوء كذا وكذا. نعم، ما بقي إلا المسائل. هناك آية أخرى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. في آية أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. في سقط عندك في النسخة الثانية. جيد، هو الآن ختاما للكلام على الكلام على الاستسقاء بالأنواء، وقد بينا بأن الاستسقاء بالأنواء على أحوال أو أقسام، قسم منها الشرك الأكبر، وقسم منها الشرك الأصغر، وقسم منها هو خلاف الأولى. قسم الشرك الأكبر هو أن يقول مطرنا بنوء كذا، وهو يعتقد بأن النجم له تأثير أصيل مباشر في نزول المطر، فهذا كفر، وهذا اعتقاد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. أو كما قال: الاستسقاء يعني طلب السقيا، يعني يدعو النجم من دون الله جل في علاه. هذا غير مستبعد، في أهل الجاهلية كانوا يعبدون الشمس والقمر والنجوم، يدعونها من دون الله جل في علاه، فيكون هذا الشرك شرك في الألوهية، وهو شرك أكبر أيضا. وإذا قال مطرنا بنوء كذا، وهو يعتقد بأنه سبب، وأن إنزال المطر الله تعالى الذي ينزل المطر، ولكن النجم سبب في ذلك، اليماني إما الشمالي أو الجنوبي، تحرك النجم يكون سببا في نزول المطر، فهذا يقع في الشرك الأصغر على أنه جعل سببا لم يشرع الله سببا. والأصل في ذلك قول الله جل في علاه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والتفات القلب أيضا للسبب فيه نوع أيضا شرك. والقسم الثالث هو القسم الذي هو خلاف الأولى، وهو على الكراهة، كما قال الإمام الشافعي، أن يقول مطرنا بنوء كذا، يقصد بالباء هنا بفي، يعني الظرفية، يعني في هذا نوع فصل الشتاء أو الخريف أو غير ذلك، بتحرك النجوم، فيقول في هذا ينزل المطر، كما قال مسلم بطلوع الثريا يندج الثمر في هذا الباب، فهو على أنها ظرفية. فإن كانت فالأولى من ذلك أن نقول بأنها وإن كانت جائزة فهي موهمة، ومن أجل الإيهام حسم المادة وسد الذريعة ألا تقال. ثم أتى بها بقولهم مطرنا وكذا، فأنزل الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، وكأنه هو سبب النزول في هذا الباب، وإن كان في أسباب أخرى للنزول. قال الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، لأنها هذه تدلك على أن القسم ليس بالنجوم، القسم بمواقع النجوم. طبعا أهل الفلك يقولون بأن هذه من المعجزات، لأننا الذي نراه الآن يتلألأ في السماء هو مواقع النجوم، وليست النجوم، النجوم انتهت من زمان، لكن هي لبعد السنوات الضوئية التي بيننا وبين السماء فنرى مواقع النجوم. قال لذلك ما قال الله تعالى: فلا أقسم بالنجوم، لكن قال: فلا أقسم بمواقع النجوم. يمكن الإشارة الأخرى العلمية في هذا الباب، ليست العلمية علم الفلك، النظرية، قراءة التفسير في هذا الباب، لأن الله تعالى يعني أنزل ذلك إنكارا على اعتقادهم، فهم كان اعتقادهم أن انتقال النجم يؤثر في الأرض، فذلك قال بمواقع النجوم في الانتقال: فلا أقسم بمواقع النجوم. وكان هذا عظيم من عظيم ربوبية الله جل في علاه، لكنه لا 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 يتحكم ولا يؤثر تأثيرا مباشرا في الأرض أو في حوادث الأرض. قال: فلا أقسم بمواقع النجوم. ولا هنا بعض العلماء يقولون أن لا هنا يعني نفي عما دار في خلدهم، أو ما قيل عندهم من تكذيب القرآن وغير ذلك، يعني لا، القرآن ليس بسحر، لا، القرآن ليس بكذب، والنبي ليس بشاعر ولا مجنون، لا، نفي لما قالوا. ثم قال: وأقسم على ذلك، أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أنا أميل للقول الثاني عند العلماء، أن لا هنا زائدة وليست بزائدة، زائدة وليست بزائدة، يعني هي زائدة إعرابا، وهي ليست بزائدة لأنها جاءت مؤكدة، تؤكد، يعني أؤكد في القسم أقسم بمواقع
النجوم. وهذا قسم الله جل في علا، قسم الله جل على ببعض مخلوقاته، وكما قلنا بأن القسم نوعان، قسم من المخلوق، وقسم المخلوق لا يجوز بحال من الأحوال إلا بالله جل في علا، بأسماء الحسنى وصفات العلا، بذاته المقدسة، لا سيما في قول الله جل في علا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومن القسم بذات الله جل على بربوبية الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب، وهذه بالفعل بصفات الفعل، يقسم بصفات الفعل. وقد بينت ذلك أنا تفصيلا قبل هذا. الغرض المقصود بأن المخلوق لا يقسم إلا بالخالق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وأما قول النبي وأما القسم الذي يأتي من الله جل وعلا فهو يقسم بما شاء من خلقه، هنا أقسم مواقع النجوم، بل أقسم بالشمس، وأقسم بالقمر، وأقسم بالليالي والنهار والعصر وغير ذلك، قال: والشمس وضحاها، وقال: والليل إذا يغشى، وأقسم بالشمس والشمس وضحاها، وأقسم بالضحى، وأقسم بالعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل هذه الأقسام أقسام من الله جل وعلا بخلقه. والقاعدة عند العلماء بأن الله جل وعلا لو أقسم بشيء من خلقه دل ذلك على عظمة هذا المخلوق، ولأن عظمة المخلوق دالة بذاتها على عظمة الخالق. لذلك مواقع النجوم هو أمر جلل، أمر عظيم، فيه بيان من عظيم ربوبية الله جل في علا. ولو سقط نجم على الأرض لانتهت الأرض بمن عليها، وهذه أيضا كما قلنا من رحمة الله وعظيم ربوبية الله سبحانه جل في علا. لذلك نقول: فلا أقسم، يعني أقسم، يؤكد، أقسم بمواقع النجوم، أقسم الله تعالى بمواقع النجوم، لأن هذا أمر كما قلنا أمر عظيم يدل على عظمة الله جل في علا. قال: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه هذا القسم أو القرآن، يعني الضمير عائد إما على القسم إما عائد على القرآن اللي هو نفاه. قال: لا، القرآن ليس بسحر، ليس من كلام البشر، وإنه لقسم لو تعلمون، أنه القرآن، وقال لقسم، لكن تفسير قسم ترجع إلى القسم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وهذا أسلوب تشويق وتفخيم وتهويل وبيان لهذا القسم العظيم ربوبية الله جل في علاه. وإنه لقسم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. وأنه لقسم، أقسم الله تعالى وأكد بالقسم وبين أن هذا القسم عظيم جدا، وهذا القسم على أن القرآن هو كتاب الله جل في علاه. قال: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا، وإنه لقرآن كريم، يعني هذا القرآن الكريم وهو كلام الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه: تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال الله جل في علاه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا، وهو كلام الله، قد تكلم الله به وسمعه جبريل. قال الله جل في علاه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طبعا هذه إضافة الصفة الموصوف عندما تكون إضافة مباشرة، فقال: أعوذ بكلمات الله. قال: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله، فأضاف الكلام لله جل وعلا بإضافة صفة للموصوف. قال: وإنه لقرآن كريم، وهو وصف القرآن بأنه كريم، هو أيضا عظيم، وقرآن كريم، كريم لأنه مقدس ولأنه كلام الله جل في علاه. وشرف القرآن أو شرف هذا الكلام يعني من شرف الله جل في علاه، والله جل في علاه كما قال علماؤنا، يعني وفضل كلام الله على كلام العباد كفضل الخالق على المخلوق. فقال: هو كريم مقدس ومنزه عن كل عيب وعن كل خلل. ولذلك الله جل في علاه قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا تعجيز ولن تفعلوا فاتقوا النار وقودها الناس والحجارة. وقال الله جل في علاه قال: قل إني لتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فهو منزه عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل خلل. قال الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذه ليس لها مفهوم، يعني لا اختلاف لا قليل ولا كثير، لأن الاختلاف أصالة النابع عن جهل، والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. وأيضا هو مكرم، مكرم فلا يقرأه إلا المطهرون، لا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يقرأه ولا يقرأه إلا من تدبر معناه، ومن اعتنى به على، ومن حفظه ارتقى،
ومكن الله لمن تمسك بمثل هذا الكتاب. قال الله جل وعلا: قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، عزكم، شرفكم، قوتكم، تمكينكم. ولذلك لما قال الحارث: وليت وتركتهم وجعلت عليهم ابن أبزة، قال: من ابن أبزة؟ قال: من الموالي. قال: أجعلت من الموالي سيدا لهذا الوادي؟ قال: إنه يحفظ القرآن. قال: نعم، قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحفظ، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. فانظر كيف قال الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، إنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. والحق أنه يمكن أن يستدل بهذه، وأنه لقرآن كريم يستدل بها على حرمة مس المصحف للمرأة الحائض، وحرمة مس المصحف للجنب، لأن كريم بمعنى مكرم، صحيح، وهو مكرم النعم من قبل الذين يتلونه، كتاب مطهر يتلونه الكرام البررة. ولذلك نستدل به على أنه من تكريم القرآن وتقديس القرآن ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهذه يستدل بها على ذلك. ولذلك نقول بأن من أباح مس القرآن للحائض فقد أعظم القول في ذلك. وطبعا مسألة أنه أباح لها القراءة، هذه الخلاف فيها يعني أقوى من الخلاف في مسألة المس، وإنه لقرآن كريم. قال: في كتاب مكنون. في كتاب مكنون، العلماء يقولون في كتاب مكنون هو اللوح المحفوظ، كما في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ومما هو كائن نزول القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وكتاب مكنون كما قلنا هو اللوح المحفوظ. وابن القيم والله أعلم وغيره من العلماء يرون بأنه الكتاب الذي في أيدي الملائكة، الكتاب الذي في أيدي الملائكة، لأنه قال: لا يمسه إلا المطهرون. هذه السياق هو الذي حدث، وكلام ابن القيم أقرب، يعني مع أن حديث القلم حديث قوي، لكن كلام ابن القيم أقرب لأن السياق يقبله. قال: لا يمسه إلا المطهرون. ولا يمسه إلا المطهرون لا 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 يستدل بها على أن لا يمسه إلا طهر، يعني هذه الآية ليست فيها دلالة على يعني للفقهاء، لجمهور الفقهاء الذين يقولون بأن القرآن لا يمسه إلا طهر، ليست لهم دلالة فيه، لأن السياق ظاهر جدا أن الكلام على الكرام البررة وهم الملائكة. ويكون المعنى في قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون من الدواخل والمعاصي وهم الملائكة. قال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مفهوم هذا الكلام. لذلك قال: لا يمسه إلا المطهرون. والحق بأنها الكتب التي أو الصحائف التي في أيدي الملائكة. ومن أراد أن يستدل بأن القرآن لا يمسه إلا طاهر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري، حديث هذا كما قال ابن عبد البر أغنت شهرته عن البحث في إسناده، قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. وقد يستدل العلماء بهذه الآية العظيمة لا يمسه إلا المطهرون فيها دلالة واضحة جدا على تقديم الملائكة على صالح البشر، في النزاع الكبير بين العلماء من أفضل، صالح البشر أم الملائكة. فهنا الآية، هذه الآية في قوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، قد يستدل بها لمن يقول بأن الملائكة أفضل من صالح البشر. لكن وأين وجه الدلالة؟ نريد المشاركة، أين وجه الدلالة؟ قال: لا يمسه إلا المطهرون، يستدل به لمن قال بأن الملائكة أفضل من صالح البشر، أين وجه الدلالة؟ هذا وجه الشاهد، أريد وجه الدلالة. الاستغراق في المتقدم، هذه براءة بيان، لكنها ليست إفصاحا عن وجه الدلالة. الآن الاستغراق في المطهرون، وبعدين ما معنى ذلك؟ مع أنها إجابة حق، لكنها تحتاج إلى الإفصاح. احنا هنا بنلعب دومنة شامية، هذا حور وكور، الحصر والقصر، نفي في الاستغراق في المطهرون. شوف بعد يقول حصر وقصر، يقول استغراق وحصر وقصر، لا هو دي محاولات هادئة جدا. البداية كانت صحيحة، لكن الآن هناك فهلوة بلاغية. السؤال مرة أخرى؟ لا،
قلت في قوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، يستدل به لمن قال من جميع أهل العلم بأن الملائكة أفضل من صالح البشر. إن الملائكة دائمون في الطهارة. جيد. أي إن الله طهر. جيد. جيد. ما زلت أنتظر. يعني قريب من كلام قريب من كلامي. الصحيح الراجح أنه وجه الشاهد لا يمسه إلا المطهرون، وهنا المطهرون أي المطهرون من المعاصي والذنوب، يلهمون التسبيح وهم مطهرون ابتداء مطهرون المعاصي. وهذه هي وجه الدلالة عند من قال بتقديم صالح الملائكة على صالح البشر. قالوا مهما بلغوا من الصلاح لابد من الشوب. قالوا بلى مهما بلغ من الصلاح لابد من الشوب، والملائكة لا شوب عندهم، هم مطهرون من المعاصي كما قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. هذا وجه التقديم في هذا الباب الذي يستدل لهم في هذا. طيب ثم نعم. طب البعض يقول ان من المطهر الذي طهر الله جل يكون اقل رتبه لمن طهر نفسه، ان هو الذي باشر هذا الامر بفعله. نعم نعم، وجد انهم يقولون فهناك من عصى ثم تاب وارتقى فرقيه فوق ما كان قبل ان يعصي وارتقي كما في ادم عليه السلام. هذا نظر اخر، لكن حق الدلاله استدل بها في الايه ما قلنا فيه. نحن لسنا بصدد التفصيل في النزاع ولا الراجح من مرجوح، قلنا سألنا سؤالا واضحا جليا الآية كيف يستفاد منها ويستدل. نعم هذا هو. قال أو في قوله تعالى تنزيل من رب العالمين نازل به الروح الأمين، هذا سقط أيضا من نسختك. تنزيل من رب العالمين نازل به الروح الأمين، على تنزيل من رب العالمين على القرآن، يعني القرآن نزله الله جل في علا. وهذه فيها دلالات، الدلالة الأولى في مسألة تنزيل من رب العالمين ذكر الربوبية لعظيم الموقف هنا، لأنه من لوازم ربوبية الله جل في علا صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، ألا وهي الكلام، والكلام من صفات الكمال، وأيضا تنزيله من عظيم ربوبية الله جل في علا. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفيها أيضا إثبات العلو لله جل في علا، لأن التنزيل لا يكون إلا من علو. وقال تنزيل من رب العالمين، فالقرآن هو كلام الله جل في علا منزل على محمد صلى الله عليه وسلم وغير مخلوق وهو معجز، سمعه جبريل من رب العالمين ثم نزل به إلى النبي الأمين فبلغه الناس أجمعين. قال وفي قول الله تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أفبهذا الحديث هو القرآن، أفبهذا الحديث المقصود بالحديث هنا القرآن. قال فبهذا الحديث، وهذا تفخيم وتعظيم لمكانة القرآن، فبهذا الحديث طبعا هذا أسلوبه إيش؟ أسلوبه إنكار، بل شدة في الإنكار، هذا أسلوبه إنكار، ينكر الله عليهم جل في علاء. فبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني المدهنة غير المدراء، المدهنة غير المدراء. وطبعا المدهنة والمدراء يتفقان ويفترقان، يتفقان في خطب ود الخصم، المدهنة والمدراء يتفقان في خطب ود الخصم، لكن المدهنة بيع شيء من الدين من أجل موافقة المخالف، بيع شيء من الدين من أجل موافقة المخالف. ولذلك قال الإمام مالك قال أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. فهذا أبخس الناس صفقة في هذا الباب هو هذا المداهن. ولذلك قال الله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فيدخل النقص في الديانة من أجل المكانة، الوجاهة، الرياسة، الموافقة على المخاصمة. هذا يعني هذه المدهنة. لذلك الله تعالى يقول في سياق الإنكار وهو إنكار شديد قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني لا ليس لكم ذلك، من كان معه القرآن فليصدع بالحق وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال فالذي أتاه الله جل في علاه القرآن وجب عليه أن يصدع بالحق، وجب عليه أن يكون عزيزا شامخا بين الناس، وجب عليه أن يكون متمكنا لا يكون متذبذبا، لأنه معه كلام الله جل في علاه، معه الحق. ولذلك الله جل في علاه قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدي. فهو الآن الله تعالى يقول له لا، أنت تقف راسخا بما عندك من الحق وتعلم بأن الله تعالى ناصر من الحق. ولذلك الله تعالى قال من كان يظن أن لا ينصر الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن غيظه كيده ما يغيظ. وهذه دلالة واضحة جدا على أن من كان معه القرآن فمعه الحق، فلا بد أن يقف راسخا ولا يدهم بحال من الأحوال. لكن المدراء له المدراء، فالمدراء هو خطب الود ببعض لين الكلام، الرفق في التعامل. وهذا تأصيل شرع،
تفسير الشرع شوف الله تعالى قال لأعتى أهل الأرض قال لموسى قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفيق يحب الرفق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. فانظر هنا مسألة المدراية مسألة لين الكلام، لين الكلام لتليين الخصومة أو تليين الخصم، وأيضا لأن يخطب ود الخصم في هذا الباب. لذلك نقول بأن قول الله جل في علاء في هذا الحديث أنتم مدرون إنكار، وكأنه يقول ليس لمثلكم أن يفعل ذلك ولستم أنتم الذين فعلون ذلك، بل المسألة دائرة على أن تكونوا ممن يتقوى بالتمسك بالكتاب، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. ولذلك قال الله تعالى في هذا الحديث أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قلنا بشرح هذه الآية قمنا بها أمس وبينا بأنكم تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون مكان الشكراني العصيان والتكذيب، وكان عليكم من الشكر على نعم الله جل وعلا. وبعض العلماء يقولون لا تجعلون رزقكم يعني تجعلون شكركم أنكم تكذبون، والمعنى بأن الله تعالى قد من عليكم بمنة وهي الرزق، ومن عليكم برزق آخر وهو الشكر، فلا يكون المقابل تكذيبا. ولذلك الله تعالى قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فقال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب بفضل الله جل في علاه. نعم الفوائد قبل الفوائد، طيب الفوائد الأول وبعدين المسائل. نعم عظيم خلق الله في النجوم، طبعا العالم العلوي فيك أفلام يسيروا في الأرض فانظروا كيف، لا سورة الأعراف وأصلا الآية قاف أفلام انظروا إلى السماء فقاموا كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، هذه دلالة وأنا عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. أنا أريد أقبلها عامة عظيم خلق الله تعالى في النجوم، وهذه دلالة على عظيم على النجوم في ملكوت السماوات والأرض، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، الله المستعان. ولذلك النساء يقول النجوم أمنة السماء، أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. الفائدة الثانية فضل كلام الله جل في علاه على كلام البشر، من توقير الله يعني إجلال الله تقديس كلامه، قال لا مسوء إلا المطهرون، هذا تقديس، إثبات العلو تنزيل من رب العالمين. الإنكار على خوار أصحاب الحق، قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، قال فبهذا الحديث أنتم مدنون، لا ليس لكم ذلك، أبخس الناس صفقة من بعد دينه بدنيا وأبخس منه صفقة من بعد دينه بدنيا بدنيا غيره. الحمد لله. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير آية الواقعة، الأولى تفسير آية الواقعة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون شكركم يعني بدل الشكر في هذه النعمة أنتم جعلتم التكذيب مكان الشكر. قال الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، وهذا في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية، قال الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم، قال والنياحة الميت. قال الثالثة من الجاهلية منها ما هو كفر ومنها ما ليس بكفر كما بينا، فقط الاستسقاء بالنجوم هي التي فيها كفر، سيأتي المسألة. قال الثالثة ذكر الكفر في بعضها، نعم ذكر الكفر في بعضها والاستسقاء بالأنواع كما قلنا، الاستسقاء بالأنواع على الأحوال الثلاثة. والحال الرابع أنها على الكراهة لأنها مهمة، ليقصدوا مطرنا بنوع كذا يعني في نوع كذا، الباء هنا بمعنى فيه، ويعتبرنا على الراجع صحيح عند أهل اللغة، وتكون المسألة على أنها ظرفية، وهذا يعني الأولى سد هذا الباب. قال الرابعة أن من الكفر من لا يخرج من الملة، من لا ولا ما لا، ما لا من لا دي جبتها منين مش عارف. نعم من الكفر ما لا يخرج من الملة، والكفر الأصغر كالاستسقاء بالنجوم بأنه يعني يعتقد بأنها سبب من الأسباب وأن الله تعالى هو منزل المطر. نعم. قال الخامسة قوله صلى الله عليه قوله تعالى قوله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر
بسبب نزول النعمة. نعم هو بسبب نزول النعمة. نعم بسبب نزول المطر افترق الناس فريقان، فمنهم من جحد ومنهم من آمن. الذي آمن هو الذي نسب النعمة لباريها، والذي جحد وكفر الذي لم ينسب النعمة إلى باريها، فقالوا مطرنا بنوء كذا وكذا. أما الذين نسبوا النعمة لباريها قالوا مطرنا بفضل الله وبرحمته. قال السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. التفطن التفطن طبعا أن تنتبه، تنتبه إلى أن النعمة، إلى أن الإيمان هنا هو نسبة النعمة لباريها. الإيمان هنا أصالة هو أن تنسب النعمة لباريها سبحانه وتعالى. ولذلك لابد الإنسان لا يمكن أن يكون مؤمنا حتى ينسب النعمة لباريها ويشكر السبب، يكون مؤمنا كاملا الإيمان. فأصل الإيمان أن ينسب النعمة لباريها، وكمال الإيمان الواجب أن يشكر السبب الذي جرى على هذه النعمة أو أتته النعمة. لذلك القول للنبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله. قال السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع. والكفر هنا أن ينسب النعمة للأنواع، أنه يقول مطرنا بنوء كذا وكذا. قال الثامنة التفطن لقوله صلى الله عليه وسلم لقد صدق نوء كذا وكذا. طبعا هذا حديث لابد ينظر فيه هل صحيح أم لا. لقد صدق نوء كذا وكذا هذا على مسألة أنه طبعا لابد ينظر في هذا الحديث صحيح أم لا، لكن هو المعنى صحيح لو تنزلنا أنه لقد صدق نوء كذا يعني مطرنا المطر فيش في زمن الشتاء مثلا. نعم مش من قول النبي خالص بقى. هو خالص صلى الله عليه وسلم. انت جيبها انت كده من عندك، انا عشان كده قلت انت وضع كذاب افاك اسيم، وانت يعني انت يخشى عليك ان تقع في قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عليه حديثا يرى بانه كذب فهو احد الكاذبين. قال من كذب عليه متعمدا فلا تبوا مقعده النار. طبعا انت هذا من الجهل، لكن هو ما يعني ما صح. لا مش ممكن. وقال ولهما في حديث المبز الدعاء في تخريج الايه، وقال وفيه قال بعضهم زيادة في الحديث نفسه. قال ابن شفيع مسلم حتى هو طبعا انزل تحت لا تلاقي حديث موضوع ما صح ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مش هنا قال الله رسول الله قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكيف العباس فاما سبب نزول الايات. شيخنا قال فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك هم يكذب الكوكب، اما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كفروا بي هم. وبعد كده هو اضاف ان في روايه لابن عباس زاد بعضهم قول لقد صدق نوء كذا وكذا. خلاص هو يقصد يقول لو قال لا ماشي حتى لو كان لقد صدق نوء كذا يعني مطرنا بنوء كذا، يعني كان لقد صدق نوء كذا يعني مطرنا بنوء كذا، فيدخل في مسألة الكفر الذي هو فيه. قال التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها. نعم لقوله أتدرون ماذا قال رائع، وهو مسألة استرعاء الانتباه بالسؤال للجواب. قال العاشرة وعيد النائحة. أنا قال أنا تقوم يوم القيامة عليها سربال من قطران وذرع من جرب، وهذا عقاب لها، لكن ترى بعدها سبيلها إلى جنة أم إلى نار. هل يجوز تسمية المطر نوء؟ يقول مثلا نزل الغيث ونزل المطر ونزل النوء. النوء هو إيش؟ هو النجم ليس المطر. النوء هو النجم ليس المطر.